بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. اليوم بدنا نبدأ من حيث انتهينا الحصة الماضية اللي هي Design Philosophies. احنا بدنا نصمم اي منشأ. لتصميم هذا المنشأ في عنا منحنيين، او خلينا نقول Two Curves. عنا Free Body Diagram بيقابله response diagram. هلا ال free body diagram we put all the forces that are applied on either a part of the structure or the whole structure. اما بناخذ بيم بنحط عليه القوى بنفصله، او بناخذ المنشا ككله ايش وبنحط عليه القوى، شو بنعمل؟ بنفصله. ال response diagram يا ترى هذا البيم كريسبونس بداية we want it to be safe. ما حدا بيجي بقول لك صمم لي فيلا وإذا وقعت، بيجي بقول لك الفيلا وقعت تيجي بتقول له أنت ما قلتليش إياها ما أوقع حاش. بكون السيفتي مالها إشي ماله؟ مفروغ منه. لكن الإشي اللي مش مفروغ منه هو المنفعة. فإحنا رايحين ندرس إنه في عنا two limit states، واحدة إلها علاقة بالسترينث والتانية إلها علاقة بإيش؟ بالسيرفيسيبيليتي. هلا اذا بدنا نحكي عن السترينث ليميت ستيتس، في ثلاث طرق لتحقيقها. اما انا بحط الفاكتور اوف سيفتي هون، او بحط الفاكتور اوف سيفتي اما بحط الفاكتور اوف سيفتي في الفورسز، او بحط الفاكتور اوف سيفتي فين؟ في الريسبونس، او فاكتور اوف سيفتي فين؟ في اثنين. هلا اذا بدي احط الفاكتور اوف سيفتي في اللودز، الفاكتور اوف سيفتي في اللودز معناته انا لازم اعرف الريسبونس تو ذا فيلير. شو يعني الريسبونس تو ذا فيلير؟ يعني اذا هذا المنشا عرضته لقوى فورس اف وله دلتا، ما بدي اكتفي بس بالالاستيك رينج، بدي اضلني ملاحق المنشا لايش؟ ليصل هذا الفيلير. هذا شيء بنسميه احنا ايش؟ بلاستيك ديزاين. اذا في البلاستيك ديزاين وات دو وي دو؟ Service loads are what? Factored by a load factor. والجانب الثاني احنا شو بدنا نعمل؟ Plastic analysis. هلا البلاستيك analysis معقدة، وعندنا مساق خياري اسمه Plastic analysis and design للي بحب ياخذ مثل هذا المساق. كونها معقدة وكونها عندها عدة شروط، your control of factor of safety بيكون قليل. بس شو ميزتها؟ انك you know the behavior to failure. ونقدر بالبلاستيك ديزاين نحط حد ادنى وحد اعلى. اذا ميزه البلاستيك ديزاين يو نو ذا بيهيفير اب تو وات تو فيلير، فمعناته انت يو كان بوت يور سيفتي فاكتور ذا واي يو وونت. هاي ميزتها. هلا سيئتها انها بدها ايش؟ جهد كبير حتى تقدر البلاستيك اناليسيس تعمله. هلا اذا بدي احط انا الفاكتور اوف سيفتي في الريسبونس واخلي الاحمال كما هي، هذا انا بسميها الاوبل ستريس ديزاين. شو بسميها؟ الاوبل ستريس ديزاين. بدال ما اني افكر شو بده يصير في المنشا تو فيلير، بكفيني افهم تصرف المنشا لفين؟ في الالاستيك رينج. فهون بحط انا فاكتور اوف سيفتي، هذا الفاكتور اوف سيفتي بفترضه لنفرض 1.7، بقلل من هون لهون. بس المشكله بالالاوبل ستريس ديزاين اي دونت نو اكزاكتلي وير اي ام هير. يعني انا بفترض ان انا هون وبحط الفاكتور اوف سيفتي، بس واقعيا انا ما بعرف فين انا موجود. لذلك الالوبل ستريس ديزاين هي طريقه قد تفاجئ انه عندك فاكتور اوف سيفتي عالي، وقد تفاجئ انه ما عندكش فاكتور اوف سيفتي. فسواء في الاولى ولا في الثانيه، تعريف الفاكتور اوف سيفتي فيج، ماله مش كتير موضح. طلعت طريقه ان بتوين. هاي الطريقه الان بتوين شو بنسميها احنا؟ لود اند ريزيستنس فاكتور ديزاين. والصراحة هي هاي الطريقة الآن المتبعة سواء في تصميم الستيل ولا الكونكريت ولا الود ولا أي شيء. على إيش قامت هاي الطريقة؟ قامت هاي الطريقة بداية حسيا. شو يعني حسيا؟ قبل ما تسمى لود اند ريزيستنس فاكتور ديزاين، الناس أصحاب الحكمة شو قالوا؟ قالوا إذا كان أنا عندي منشأ، تقديري للحمل الميت الديد لود تقدير عالي ولا لا؟ هو ديد ولا فيكست؟ طب ليش سموه ديد؟ ايه مستحيل يعني فيكس. طيب ليش سموه ديد؟
مش في حاجة مش حاجة يا شيخ وزاد لأنه مع الوقت مش راح يتغير يعني الفيكست مع الوقت ما بيتغير نفس الشيء شوف شو احنا شو حاطين هون ديزاين ايش؟ فيلوسوفيز ديزاين فيلوسوفيز الصحيح انتم بتستغربوا اذا كان بتعرفوا انه دكاترتكم كلهم بيحملوا دكتوراه في ايش؟ منطقي في الفلسفه الله يكرمك احنا لا نحمل دكتوراه في الهندسه انما نحمل بي اتش دي اوف فيلوسوفي هلا الفيلوسوفي انك تختار مصطلح عالمي شو يعني مصطلح عالمي؟ يعني المصطلح ما يخدم جانب وما يخدمش الجوانب الثانيه لما بقول انا دب بدي اركز في عقل الناس انه الاشي الثابت ميت ماشي الاشي الثابت ماله ميت اذا تحرك شو اصبح حي لذلك بسموه مش موبايل سموه لايف وكأنه شو بقوله لكليات الناس اللي بربوهم في امريكا او في اوروبا او كذا اذا انت فكرك ثبت فانت ميت واذا فكرك تغير فانت ايش حي واضح لذلك كل مصطلح بتلاقوه هون هذا لم يختار بطريقة إيش عشوائية وإنما اختير المصطلح ليخدم العلوم المادية والعلوم إيش الإنسانية على حد سواء فأنت المفروض في أي مصطلح بتشوفه تقول لي ليش سموه هيك ما سموهوش هيك قد تجد جواب وقد لا تجد هلا إذا لقيت جواب كان به وهذا الجواب ديروا بالكم إما خاطئ أو ناقص فإذا خاطئ يصحح وإذا ناقص إيش يحسن مستحيل يكمل يحسن يعني بضل التحسين ماله إلى أبد الدهر فإحنا بدنا بهاي المجال مش بس عمالنا إحنا بنتعلم تصميم إحنا هذا التصميم شباب زي ما بدنا نصمم منشأ إحنا بدنا نصمم نفس إنسانية يعني تصميم المنشأ وتصميم النفس الإنسانية مالها يخضع لنفس المبادئ فبتمنى عليكم إنكم أنتوا في أي محاضرة شغلة ما فهمتوش شو السر في تسميتها كذا تسألوا هلا اذا احنا هون اجوا اصحاب الحكمه شو قالوا الديد لود لو انا قلت لك قديش وزن هذا الباب سهل جدا انه هذا الباب اوزنه بدقه عاليه لكن لو قلت قديش وزن الطلاب اللي بدهم يدخلوا على الصف ممكن طالب يدخل على الصف وزنه 50 وممكن طالب يدخل على الصف وزنه 100 فوجدوا انه الفاريشن في الديد لود قليل والفاريشن في اللايف لود ماله فراحوا حسيا قالوا احنا بدنا نعطي 40% للديد لود و70% لمين لللايف لود فطلع كود الكونكريت 1.4 ديد 1.7 لايف انا بحكي لكم على شغلات الان ما بتسمعوا فيها بس انا بدي اعطيكم شويه تاريخ هلا هذا كان ارقام مالها تستند هاي الارقام على الحس الهندسي في السبعينات طلع علم الاحصاء علم الاحصاء قال انا ما بدي شيء اسمه حس هندسي انا شو بدي علم مع مين ما حس لاحظوا الحس قال انه الديد لود تغييراته اقل من مين من اللايف لود بس قديش نسبة تغييرات الديد لود ما كانت معروفة في السبعينات بعلم الاحصاء صاروا يجوا على المنشآت يشوفوا قديش في التصميم الديد لود واشياء في عالم الواقع قديش الديد لود ويعملوا منحنيات تغيرات فوجدوا انه اذا بدهم يعتمدوا معامل بدنا نسميه reliability وثوقية واحنا نتفق على انه نسبة للفيلير معينة هاي نسبة الفيلير بسموها reliability index وجدوا انه ال 1.2 variation بحقق لهم هاي reliability index بمعنى انه احتمال انه يتعدى هذا الرقم احتمال خلينا نقول 2% مثلا جدلا ماشي اخذوا نفس 2% على ايش على اللايف لود وجدوا الرقم اللي طلع عندهم بدل 1.2 شو طلع 1.6 هلا لاحظ بالديد لود شو باللايف لود شو كانوا يعملوا يجوا على المكاتب يشوفوا الاوزان اللي فيها ويحطوا رقم يجوا بعد 6 شهور على المكاتب يشوفوا الاوزان اللي فيها ويحطوا رقم كل فتره الاوزان اللي فيها ويحطوا رقم وجدوا انه الفاريشن تقريبا 1.6 قبل السبعينات كان اذا طلعت على كود اوروبي او كود امريكي بتلاقي في فروقات كبيره بالفاكتورز لما بدينا نلجا للريلايبيليتي ولما بدينا نلجا للستاتستكس فوجئنا انه الفاكتور صارت مور اور ليس يونيفرسال يعني لو بدك تتعلم كود اوروبي الان ستجد انه الفاكتورز قريب من الفاكتورز اللي احنا رايحين هلا نعطيك اياها اذا صاروا لما يجوا بدهم يحكوا عن اللود يقولوا احنا هلا اللود بالال ار اف دي ما بدنا نحدده عن طريق الحس بدنا نحدده عن طريق مين العلم طبعا الاي سي اي كود كان اول ناس اعتمدت هاي حسيا اول ناس اعتمدت هاي علميا كان الستيل انستيتيوت سنه 1986 فسنة 1986 الستيل انستيتيوت قالت احنا الان بدنا ناخذ هاي الطريقه على اسس ايش علميه
وبقيت الأسس الحسية في كود الكونكريت لعام 1999. بعام 1999 الكونكريت اقترح alternative الـ 1.2 والـ 1.6، ومن سنة 2002 إلى الآن الكونكريت شو بيستخدموا عمالهم؟ الـ 1.2 والـ 1.6. طبعا الطلاب اللي تخرجوا قبل سنة 99 بالسوق شو بيعرفوا؟ 1.4 1.7. انتوا المطلوب منكم انكم لما تتخرجوا تغيروها لايش؟ ل 1.2 1.6. هلا اللطيف بعلمك كونكريت 1.2 1.6، بعلمك ستيل 1.2 1.6. اللود كومبينيشنز اللي رايحه الان اعلمكم اياها هي ذات اللود كومبينيشنز في الستيل، وهي ذاتها في ايش؟ في الكونكريت وفي الود وفي الفايبر جلاس وفي كل شيء. السبب انه هاي الاحمال ليس لها علاقه بايش؟ بالماتيريال. فاحنا لما بحكي انا على الاحمال اللي بدها تاثر على الفري بودي دايجرام، هاي احمال بيئيه. الماتيريال بتدخل فين؟ في الديد لود، يعني وزن الستيل بيختلف عن وزن مين؟ الخرسانه، بس بهذا الجانب، اما عدا عن ذلك لا. فهون اصبح باللود ريزيستنس فاكتور ديزاين كاحمال، صرت انا بالفورسز عمالي بعطي لكل حمل ماله فاكتور، حتى اني اشوف يا ترى كاحتماليه فيلير عندي خلينا نقول 2% مثلا، قديش لازم يكون الفاكتور لهذا وقديش هذا الفون فاكتور، فصار عندي يونيفورم سيفتي فاكتور. هلا لما جينا للريسبونس دايجرام من الصعب جدا اعمل كامل الريسبونس، اتفقوا انه احنا ناخذ اذا كان هون الاستيك لما دخل الكروس سكشن في النون لينير حتى صار الكروس سكشن ماكسيمم، كروس سكشن ماله ماكسيمم، اعتبروا انه هون نهايه التحليل. يعني بمعنى اذا المنشا عنصر فيه وصل اتس كاباسيتي بدنا نوقف. شوفوا هالفلسفه الراقيه، احنا بدنا نضل نحمل المنشا حتى عنصر في منطقه ما يصل ايش؟ ماكسيمم كاباسيتي، بدنا نوقف. طب هو العنصر لما بوصل ماكسيمم كاباسيتي هو شو بيعمل؟ ببطل يحمل، بصير يرمي على مين؟ على العنصر اللي حواليه. امتى المنشا بيقع؟ لما كل العناصر ما تقدرش تحمل، يعني بيصير كل عنصر يرمي على الثاني، كل عنصر يرمي على الثاني. وهي اللي رايح افاجئكم فيه مع الوقت ان شاء الله، بحط هون برنامج ساب وبورجيكم انه منشا زي هيك طبعا بخلال هذا المساق لو حطينا هون حمل بي وحطينا هون حمل بي وجدنا انه هذا المنشا بنهار على 10 كيلو نيوتن 100 كيلو نيوتن بي 100 كيلو نيوتن بي، لو حطينا الحمل بس على عمود واحد امتى بنهار؟ على 100 كيلو نيوتن ولا على قديش؟ واذا العمودين محمليين كل واحد باخذ 100، اذا عمود واحد محمل قديش بصير؟ 200. رايحين تفاجئوا انه حتى ينهار المنشا قديش بدك؟ السبب انه هذا لما بده ينهار في البكلينج بهذا الشكل، هلا هذا بده ينزاح لانه وصل الكباسيتي وبده يصير له بكلينج، لما بده يزيح هذا، هذا مش قادر يتحمل شيء. لكن هون هذا لما بده ينزاح ويزيح هذا، هذا قاعد مرتاح ما بيسمحلوش ينزاح، بضله ماسكه حتى ايش؟ حتى يصل اتس ماكسيمم كباسيتي، ساعتها بينزاح. يعني المنشا بطبيعته، التراب بطبيعته لا يسمح للانهيار اذا كان ممكن انه ينقل مسار الاحمال لمكان تاني. هلا احنا شباب تلقائيا، تعال واحد اضربه على اجره تلقائيا احسن شو بتلاقي لك اياه، رفع اجره. طب هو كان من البدايه حمله فين رايح؟ على الاجرتين. مجرد ما ضربته شو عمل؟ اذا صار مسار احمال تاني ماله تلقائيا رايح. المنشا لا ينهار طالما ان هناك مسار امن للاحمال لفين؟ للقاعده. والمنشا اذكى منا كلنا، يعني اضرب عمود بجهه ما بتلاقي لك يا المنشا ضله واقف. طب كيف ضله واقف؟ العماره تتذكر مين اللي اجوا وكسروا كل الاعمده الداخليه الاماميه، عماره ايش اسمها اذا تذكروا في نابلس، كل الاعمده الاماميه كسروها ضلت العماره واقفه. ليش ضلت العماره واقفه؟ كان هناك مسار امن اخر للاحمال، المنشا راسا نقل الاحمال عليه وضلت واقفه. امتى العماره بتنهار؟ لما ما يكونش في هناك اي مسار امن للاحمال، شو بصير في العماره؟ بتنهار. طبعا هون بتلاحظوا انه المنشا لما انا باجي بقول انه عنصر عنده وصل الماكسيمم كاباسيتي بده وقف، هذا لا يعني انه المنشا انهار. لسه المنشا شو في عنده؟ ريزيرف سترينث. هذا ريزيرف سترينث بنعمل بشيء اسمه مومنت ريديستريبيوشن.
بصيرش فيه كراك شيء يبين مثلا انه يعني المدهدك بطل يتحمل الحمل. لا بصير فيه كله المنشأة انا بحكي على بكلينج فيلير. قبل الفيلير الصراحة قبل الفيلير بيبدأ هذا ايش يعطيك انحناءات. انحناءات هاي الانحناءات كل ما انت زدت شو بيصير فيها بتزيد حتى بتصل لمرحلة احذر شو هو بتضلها ماشية. هو نظريا قلنا لكم احنا انه البكلينج احيانا بحطوه سترينث واحيانا شو بحطوه سيرفيسيبيليتي. اذا كانت هاي الاحمال جاية اكزاكتلي على السنتر اكزاكتلي على السنتر وهذا احتمالية حصوله يعني نل المنشأ بضله واقف وبلحظة احذر شو بيصير بنهار ماشي. هذا احتمالية قليلة جدا زي ما زي احنا بنسميها موت الفجأة. شو يعني موت الفجأة؟ انسان صحته مالوش اشي في لحظة ما بتلاقي لك يلا مات قدامك واضح. لكن اغلب المنشآت واقعيا بتشوف فيها الديتيريوريشن يزداد مع الزمن حتى ايش حتى المنشأ ينهار. هذا اغلب المنشآت. لكن هل ممكن يحصل اشي اللي بنحكي عنه؟ ونادر يعني بلحظة ما بتلاقي لك المنشأ ماله كسر في الستيل اذا كانت الاحمال بالضبط سنترويدال. طبعا في الباطون بتشوفش انت البيهيفير يعني اذا كان عندك باطون جدار بدون حديد بدون حديد جدار عامله استنادي وبدون حديد بليلة ما فيها ضوء قمر ما بتلاقي لك الا هذا صوت هالانفجار بتلاقي لك كل الباطون شو صار منتشر يعني الباطون بريتل بينما الحديد لا دكتايل. العلم هذا اذا كان الباطون لون كولوم. شو يعني لون كولوم؟ يعني باكلينج فيلير مش سترينث فيلير. بحاله السترينث فيلير لا بحاله السترينث فيلير بتلاقي هذا العمود ماله شقق بالوسط وظهر فيه الاعياء وبدت هذا السقف من فوق ماله يشقق. ليش؟ لانه صار جزء من الحمل يحاول يصل لهون بس هذا الحمل حتى يصل لهون شو بيحتاج؟ بيحتاج جسر مسلح له فبصير يشقق الجسر بالتدريج يشقق الجسر ايش بالتدريج زي الارض لما بهبط فيها اشي شو بتلاقي لك اياها بدت تشقق وهون نفس الشيء بالخرسان المسلحه اذا هذا انهار بصير فوق هذا الجسر شو بتلاقي لك اياه يشق ومش شرط ينهار لو هبط بتلاحظ نفس البيهيفير. طيب هلا بهاي اصبح في عنا يونيفورم سيفتي فاكتور. يونيفورم ايش سيفتي فاكتور طبعا الكونكريت لحق فاصبح الان تعليمكم اي واحد باخذ خرسانه مسلحه باية هاي المحاضره رايح بالنسبه له شو تكون سهله لانه اللي رايح احكيه رايح يكون سامعه بالسابق. بالفري بودي دياجرام بدي كل حمل اضربه بلود فاكتور. كل حمل شو اعمل اضربه بلود فاكتور. فعندنا الكيو اي هو الحمل في حمل بيجي من الديد لود. شو هو الحمل اللي من الديد لود؟ سواء الجزء الحامل اللي هو الاستراكشرر ولا الديد لود المحمول عليه زي البلاط وكل الطمم اللي تحت البلاط والاقصاره والفول سيلينج كل هذا شو بنسميه احنا ديد لود. هلا اللايف لود هو الجزء المتحرك. انا وزعت عليكم تيبل باللايف لود ماشي هاي فروم اي اس سي. هلا الويند لود رايحين تتعلموه بالمختبر الاسبوع القادم. هلا ليش احنا بالستيل بنتعلم ويند لود وبالخرسانة بنتعلم ايرثكويك لودينج؟ ليش؟ انت كون الستيل مادة خفيفة فالرياح شو ممكن يكون عليها تأثير كبير فاحنا بنعلمكم الويند لود في الستيل وبنعلمكم الايرثكويك لود فين؟ في الخرسانة. طبعا منشأ الستيل ممكن ينهار بسبب الزلازل ومنشأ الخرسانة ممكن ينهار بسبب الرياح. بس ايمتى منشأ الخرساني بنهار بسبب الرياح؟ اذا كان ارتفاع المنشأ ماله عالي جدا. وايمتى منشأ الستيل بنهار بفزال الزلازل؟ اذا كان وزنه ماله عالي جدا بمعنى انه صار الويند لود اثره ماله اقل. فاحنا عادة بنركز على الويند لود في الستيل وبنركز على الايرثكويك. واي واحد منكم بيقدر يصمم للويند ولايش وللايرثكويك اي منشأ. المفروض اللايف لود ما بيختلف. شو الاي بي سي؟ الاي بي سي هو هذا نفس الشيء. يعني هلا هن فصلوهم. فلما احنا بنحكي عن اللود اللايف لود هذا هو المرجع الرئيسي للاي بي سي. شو بيعمل؟ باخذ منه. واضح؟ لما بنحكي عن الايرثكويك لودينج برضه الاي بي سي شو بكون باخذ؟ من هذا الاي اس سي. يعني هاي هي مرجعيه موحده بطلت من يعني بطل من زمان انه كل واحد بيحكي بيخلف عن الثاني. الان صار الكلام ماله موحد. هلا هذا اللايف لود اللي موجود هون
بحقق لك نفس السيفتي فاكتور اللي بحقق لك اياه الديد لود ماتيريال وخصائص الديد لود ماتيريال. هلا بالمقابل في عنا احنا ريزيستنس لمين؟ للعنصر. ننتبه احنا لا بنحكي عن عنصر وصل لايش؟ لا اتس ماكسيمم كاباسيتي، مش الاوبل كاباسيتي، يعني بطل التصرف فيه الاستيك. شو صار التصرف فيه؟ ان الاستيك في منطقه معينه فوصل اتس ماكسيمم كاباسيتي. كونه وصل اتس ماكسيمم كاباسيتي، هذا العنصر بياثر في شيء بنسميه كاباسيتي ريدكشن فاكتور. شو يعني كاباسيتي ريدكشن فاكتور؟ انا يا ترى لما بقول انا بدي اف ييلد 250، هل بتجي لي 250؟ ممكن من المانيوفاكتشر تيجي ايش؟ اقل من 250. لازم اخذ بعين الاعتبار هذا الشيء. الجانب الثاني، هل فكركم يعني انا النظريه تبعتي محكمه 100%؟ يعني بالفليكشر على سبيل المثال، ممكن لو عملت تجربه بالمختبر وعملت حساب نظري يطلع عندي بالخرسانه المسلحه الفرق حساب النظري على المختبر 2%. بالشير ممكن يطلع عندي الفرق بلس اور ماينس 500%. فاحنا في الشير مش حالين المشكله، لكن حالينها فين؟ هلا في المنطقه اللي انا حالل فيها المشكله في الفليكشر بكون ثقتي في المعلومه مالها عالية جدا. فبتلاحظ مثلا هون في الفاي لانه ثقتي فيها عاليه جدا، لاحظ انه مش موجود جدا، بورجيكم اياها لاحقا، انه الفاي انا باخذها بالبندنج بوينت تايم. ليش؟ لانه ثقتي في البندنج مالها في النظريه البندنج عاليه جدا، لكن بالشير باخذها 0.75. السبب انه ثقتي مالها قليله جدا. فاحنا ما قدرنا نحل الشيل بروبلم الى الان، لكن قدرنا نحل ايش؟ الفليكشر بروبلم. لما بقول ما قدرنا نحل الشير بروبلم، لابد اللي انتم اخذتوا بمقاومه المواد انه احنا اشتقنا لكم معادله الشير وبعدين لغيناها وبينا خطاها النظري. فاحنا الى الان في الشير معلوماتنا ظنيه، ولانه معلومات ظنيه شو بنحط فاي؟ قيمه عاليه، قيمه قليله لانه معلومات، حتى يكون الفاكتور اوف سيفتي عندي ماله عالي. طيب اذا هلا احنا هون عندنا هون قوه العنصر بده ينضرب بايش؟ بفاي. بيختلف هذا فاي بالشير عنه في البندنج، عنه في الاكسل، عنه في كذا. فكل ماده بدنا نتعلم الموجود فيها. طبعا هو التورجن اغلب الوقت بتبع الشير، بتبع ايش؟ الشير. ليش؟ لانه التورجن في جزء منه اكسل وجزء منه ماله شير. الاكسل احنا معلوماتنا فيها جيده نوعا ما، لكن لانه معلوماتنا في الشير كثير ويك، فالتورجن اغلب الظن شو رايح ياخذ؟ نفس فاكتور الشير. لاحظوا الاحمال بتتغير بهذا الاسلوب والريزيستنس بتغير بهذا الاسلوب. فين الفيلير؟ هاي المنطقه. ليش هاي المنطقه فيلير؟ هاي المنطقه فيلير لانه في هاي المنطقه اصبح الحمل اكثر من مين؟ من الريزيستنس. هلا طلع واحد اسمه كورنيل وعمل ريلايبيليتي اندكس. هاي الريلايبيليتي اندكس هي اللي قائمه عليها هلا كل الكودات اللي منها بيطلعوا اللود فاكتور والكاباسيتي ريدكشن فاكتور. طبعا اللي بده يعمل ماجستير في الانشاءات ممكن ياخذ مساق الريلايبيليتي اناليسز، بالريلايبيليتي اناليسز يتعرض لمثل هذا الكلام. هلا كيف نشتغل في الار اف دي؟ انا بهاي المساق مش رايح اشرح الا الار اف دي، يعني في كتابك بيشرح الاوبل ستريس. شو بيشرح كمان؟ الار اف دي. انا الاوبل ستريس ما رايح اشرحها، رايح اركز على الار اف دي وحلنا كله. شو رايح يكون الار اف دي؟ سيعيدها بيكون عقلك سواء في الخرسانه ولا في الستيل شو بتتبع؟ نفس المنهج. فالكلام اللي هلا رايح احكيه انتم كلكم بتعرفوا في الخرسانه، اللي اخذ خرسانه، للي ما اخذ خرسانه هي عماله بتعلم خرسانه وشو بتعلم؟ ستيل. هلا شو بدنا نعمل احنا في الستيب 1؟ ديتيرمين ذا التيميت لودز اكتنج اون ذا ستراكشر. طبعا انت بدك تحدد اول شيء الاحمال اللي بدك تصمم لها، ديد لايف ويند. احنا في بلادنا شو لازم نصمم؟ للديد وللايف وللويند. بالمنشات المعدنيه شو لازم نصمم؟ للويند. وبالمنشات الخرسانيه للايرثكويك. بمعنى انك اذا صممت لويند المنشا بيكون ريزيستنس للايرثكويك لانه الويند قوه جانبيه، واذا صممت الرينفورس كونكريت للايرثكويك تلقائيا بيكون ريزيستنس لمين؟ للويند. هو السؤال هل يمكن انه الويند يكون هو الكرايتيريا في التصميم في مكان معين؟ يعني افرض منطقه تتعرض لزلازل ولرياح، بدك تصممها للزلازل ولرياح، فكرك مين بده يكون اللود كومبينيشن المور كريتيكال؟ لما بتسمع باعصار بقع في منطقه، اعرف المنطقه اللي تتعرض لاعصارات الويند هو الكريتيكال. اما المناطق اللي لا تتعرض لاعصارات شو بكون فيها؟ الايرثكويك هو ايش؟ الكريتيكال. هلا اذا جينا لنكست،
هاي هي اللود كومبينيشنز اللي احنا بنتبعها. لاحظ ال 5.175 و1، انا لحد هلا 1 ما استخدمناها، استخدمنا 0.9 لمين؟ للفليكشر، واستخدم 0.75 لمين؟ في الخرسانة. ولاحظوا انه كلياتها ايش؟ مكتوبة امامكم. ستيب 2 طبعا اعمل ايش؟ لينير الاستيك اناليسز. هل المنشأ بالفعل لينير؟ لما احنا بنفترض انه كروس سكشن ريتشز التيميت، المنشأ بطل لينير، دخل في ايش؟ في النون لينير رينج. بس دخل كمية كبيرة ولا كمية صغيرة؟ فانا هلا انا مفترض انه هو لينير لانها بتصير مقاربة، يعني بمعنى انه المنشأ كان هيك دخل في النون لينير حتى تولدت الفريس، فانا عمالي بفترض انه لو مديته هيك فرقت البيهيفير بين هاي النقطة وهاي النقطة مالها صغيرة فمهملها. اذا انا شو بدي اعمل هلا؟ لينير الاستيك اناليسيس. وسهل جدا نعمل لينير الاستيك اناليسيس. من هذا اللينير الاستيك اناليسيس شو بدنا نطلع؟ البي التيميت، الفي التيميت، الام التيميت. هلا ستيب 3 ديزاين ذا ممبر. هلا كيف بدي اصمم الممبر بحيث الكباسيتي للممبر في فاي تكون اكبر من ايش؟ من البي التيميت او ام التيميت اللي انا حسبتها. طبعا الار ان هي عباره عن الفيلير سترينث للممبر، الفاي كابست ريدكشن فاكتور، الكيو اي نومينال لود، والجاما اي هو عباره عن مين؟ عن اللود فاكتور. عندنا احنا الديد بيساوي 1000 كيلو نيوتن، اللايف بيساوي 1250 كيلو نيوتن، الويند بيساوي زاد او ناقص 400 كيلو نيوتن، والايرثكويك زاد او ناقص 300 كيلو نيوتن. فالحمل الاولاني قلنا هو عبارة عن 1.4 dead، يعني عبارة عن 1.4 في الالف، بعطيني 1400 كيلو نيوتن. هلا اللود كومبينيشن 2 هو عبارة عن 1.2 dead زاد 1.6 ايش؟ طبقها بيطلع عندك الجواب 3200 كيلو نيوتن. هلا الحمل الثالث اللي احنا بنطلع عليه هو عبارة عن 1.2 dead زائد او ناقص 0.8 ايش؟ W. طبقها رايح يعطيك عندك اما 1520 اور 880 ايش؟ كيلو نيوتن. اذا جينا للحمل الرابع، طلع على الحمل الرابع شو بقول؟ 1.2 dead طبعا بقول لك زائد، دائما زائد او ناقص 1.6 ايش؟ ويند، زائد 0.5 ال، وطبعا هاي الروف لود نشيله، فعندنا صار عندنا 1.2 dead 1.2 dead زائد او ناقص 1.6 ويند زائد 0.5 ال. إذا طبقتها رايحة تعطيك 2465 أور 1185 كيلو نيوتن. هلا الحمل الخامس، شو بقول الحمل الخامس؟ 1.2 dead زائد او ناقص ايرثكويك زائد قديش؟ نص ال. هاي اذا طبقتها رايحة تعطيك اما 2125 اور 1525 كيلو نيوتن. هلا ايش؟ مالها؟ ليه؟ اعطيتها في النفع 300 الايرثكويك 300 ايش؟ كيلو نيوتن. هلا اذا جينا لسته، سته شو بتقول؟ عندك انت بسته 0.9 ديد زاد او ناقص 1.6 ويند اور ايرثكويك. ايه ما فيش عندنا ويند وايرثكويك مع بعض، يعني عندنا ديد ولايف ويند. بس لما صار ديد ولايف ويند وجدنا انه اللايف نزلت ل 0.5 وما فيش عندنا ويند وايرثكويك، طب ليش؟ ليش ما يكونش عندنا حمل في ويند وفي ايرثكويك وشو في كمان؟ مظبوط
ده الدو نوت. شو اللي بيمنع؟ لازم يكون في نفس ال احتمالية اجتماع ويند مع ايرثكويك مالها نادرة جدا لذلك تلتغى. طيب انا هون عمالي بزيد الديد لود فجأة باخر واحد عمال بحط انا 0.9 ديد زاد او ناقص اما 1.6 ويند اور 0.9 ديد زائد او ناقص ايرثكويك. في سؤالين مطروحين. السؤال الاولاني طب ليش قفلت ضد الديد؟ ما كان الديد عندي دائما المفروض احط اكثر، ليش هلا صرت احط ديد اقل؟ هاي فاكتور اوف سيفتي من الويند عالي، حطيت 1.6 ويند وهون حطيت 1.2، ليش هون قللت الديد لود وحطيت ال 1.61؟ طلع لي شباب انا واقف هيك صح، وزني شو عماله بعطيني ستابيليتي، لما بيجي رياح هاي الرياح شو عمالها بتحاول تقلعني من هون تقلعني من هون، يعني احتماليه انه الحمل على هذا الاجر نتيجه الرياح يتحول لايش؟ من كومبريشن لتنشن. فانا لما بدي اخذ احتماليه انه يتحول من كومبريشن لتنشن بدي اخذ اقل حمل ديد واكثر حمل ماله ويند، فانا عمالي باخذ 0.9 ديد وش عمالي باخذ للويند 1.6. فهي لو طبقتوها رايحين تلاحظوا انه رايح يطلع عندك 1540 اور 260 كيلو نيوتن، 1540 اور 260 كيلو نيوتن. هلا اخر حمل اللي هو 0.9 ديد بلس اور ماينس ايرثكويك لو طبقناه راح يطلع لنا 1200 اور 600 كيلو نيوتن. لاحظوا ولا وحده منهم قلبت من كومبريشن لتنشن، يعني لو كان هذا عمود كلهم ضلوا بايش؟ بنفس الاشاره. شو الكريتيكال منهم كلهم؟ اي وحده؟ الثانيه اللي هي، يعني ممكن انا اصمم منشا لا يكون الايرثكويك في كرايتيريا ولا الويند، يعني ما حدا يفكر ان انا اذا حطيت ايرثكويك ويند معناته في التصميم شو لازم احصل على نتائج مالها مختلفه. رايحين تكتشفوا انه مثلا اذا كان عندك شير وولز بالمبنى الايرثكويك ويل نوت بي كرايتيريا في التصميم، بيكون التصميم مين الكرايتيريا مثلا الديد واللايف. ضل سؤال واحد. اه هلا هاي الثالثة اخذنا فيها بس مين ويند مع مين مع الديد لود وما دخلناش فيها لايف لود، شو رايكم؟ لاحظوا هاي اخذنا لايف لود بدون ويند، وهاي اخذنا ويند بدون لايف لود، وهاي شو اخذنا فيها؟ ويند ولايف لود. يعني بدك انت تاخذ كل الاعتبارات. بس السؤال المطروح ليش الايرثكويك ما انضربش بلود فاكتور؟ لانها بتكون مضاعف في الاصل. ممتاز. الايرثكويك من الاصل جاي من كود الايرثكويك مالها واللود فاكتور فيها، لذلك ما بنضربها بلود فاكتور. هلا شباب فرق كبير بين ما انك تمسك هاي وتطبقها، صرت انت وطالب البوليتكنيك واحد وطالب التوجيه واحد، وبين واحد لما بيمسك هاي بقول انا بدي اعرف ليش 1.4 ديد، ليش لما الديد لحاله كان 1.4 وليش لما كان ديد لايف صار ال 1.4 1.2؟ شو رايكم؟ ليش الديد لحاله كان 1.4 ولما صار مع اللايف لو صار 1.2؟ عشان دخلت اللايف. لا قبل ما تدخل اللايف ليش الديد لحاله الفاكتور 1.4؟ مش الاصل يكون 1.2؟ ليش without life اخذ الفاكتور 1.4؟ بس مع اللايف بصير تاثيره اخف. لما بيكون انت عندك المنشأ غير مستخدم وبتشطبه كيف تعمل انت بالاحمال؟ يعني لما بدك تنقل لنفرض البلاط بيكون موزع ولا بتحطه في مكان؟ مكان واحد. كونك بتحطه في مكان واحد بيكون المنشأ يتعرض لاحمال ديد مالها اعلى بكثير من الفاكتور 1.2، لذلك هذا ال 1.4 حتى ياخذ بعين الاعتبار بدي انا ابلط باجي على هاي الاوضه بحط فيها كل الكرستا، وشو بصير اعمال؟ اسحب الكرستا شوي شوي وانا بعمل اللي ببلط، فهي الاوضه ما اجى عليها 1.2 ديد، اجى عليها قديش؟
1.4 dead. رجاء شباب, العلم بدون ليش مش علم. واضح؟ عمرك ما تقعد معي بمحاضرة واعطيك معلومة بدون ما تسأل عن الكيف. يعني احنا لازم المعلومات اللي نسأل عنها في المحاضرة كم وكيف وزمان وايش ومكان. فلما بتقولوا انتوا البيئة, شو عملتوا بالبيئة؟ اخدتوا ابعاد ايش؟ الزمان والمكان. ولما بتقولوا كيف, شو يعني كيف؟ يعني ليش. ليش كيف اجت هاي ال 1.4 فهمني يا استاذ, كيف اجت ال 1.2 فهمني يا استاذ. واضح؟ هلا الكم 1.2 1.6 حكينا لكم, تيجي من الريلايبيلتي اناليسز. ليش هون 1.4 وليش هون 1.2 وليش هون 0.9 وليش هون 1.6؟ لازم شباب باي محاضره تاخذها هذه الاسئله دائما تراودك في ذهنك وتسالها. ما تتوقع دائما اجابه, بس انت عليك واجب السؤال, وانا هون حتى اسمع اسئلتك, لانه السؤال شباب نصف العلم. هلا بصف الاجابه ايش؟ النصف الاخر. اذا هذه الاجابه بالنصف الاخر ما لقيتهاش عندي بتلاقيها عند غيري. بس انه عقلك يتشكل من اول يوم انك بدك تعرف كيف وليش وبدك تعرف ابعاد الزمان وابعاد المكان, هذا الهدف من وجودك في الجامعه. ما تضيعش الهدف من وجودك في الجامعه. واضح؟ حاول ما امكن بالمحاضره اي سؤال يخطر على بالك اسال. انا ما عندي سؤال سخيف, عندي جواب سخيف. ماشي؟ فاسال ما شئت. واضح؟ اسال ما شئت واسال بادب. وبتمنى انه بهذا المساق كلياتنا نطور عقولنا في محاوله البحث عن الاجابه. حد عنده اي سؤال؟ الحصه الجاي بدنا نبدا بالكونكشنز, في تصميم الويلدينج. في تصميم ايش؟ الويلدينج. يعطيكم الله يرضى.